بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه ومن تبعهم إحسان الدين. معكم الرحالة والدراج العالمي السيد محمد الربوحات. السن ديالي 61 سنة، تنقطع الرحلة إن شاء الله من العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس عبر المدن 14 المدينة، يعني الخميسة تيفل سالة الرباط، يعني تمارة، بوزنيقة، المحمدية، الدار البيضاء، أزمور، الجديدة، الوالدية، أسفي، الصويرة، ثم الآن أنا في مدينة أكادير، مدينة مكناس، إلى معبر حدود القرقارات إن شاء الله ذهابا وإيابا. الهدف دائما بس نثبتوا للعالم بأن كل شيء تيشارك في هذا يعني الحفل الكبير ديال فتح القرقارات بصفة رسمية، وحنا كأصحاب الدراجة الهوائية غادي نمشيو إن شاء الله وتنقولوا بأننا الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. هذا شعارنا الخالد اللي هو ذكره المرحوم الحسن الثاني رحمه الله. مررت على يعني المرة الأولى والثانية والثالثة وهذه الرابعة، المرة الأولى في 2006 والمرة الأولى 2009 والمرة الثالثة 2018، منها بس مريت إلى الحج على 8 ديال الدول، موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجير وتشاد والسودان ومصر، ثم العبور إلى المملكة العربية السعودية عبر الدراجة الهوائية. وتم بس تعرضت للخشونة من طرف أفراد تسميوا راسهم ببوليزاريو في معبر القرقارات، وحيدوا لي الأعلام الوطنية وضربت معهم، ولولا لطف الله والدرك الملكي والجيش الملكي اللي تدخل بسرعة كان قد يحدث أشياء لم تحمد عقباها. والآن احنا غادي نرجعوا إن شاء الله المعبر قرقارات رافعين الراية الوطنية بحرية وبصدق وبمحبة، وأننا تنمثلوا أصحاب الدراجة الهوائية كلهم داخل المملكة وخارج المملكة. الناس اللي استقبلونا من دول إفريقية نكن لهم كل الاحترام والتقدير، لأنهم عزونا وعزوا الدراجة الهوائية وقدروا السفرية وقدروا الرحلة بالدراجة الهوائية إلى الحج، وكنت استقبلته من طرف عدد من الوزراء هناك من 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 إفريقيا ورؤساء الدول مثل الرئيس ديال النيجر والرئيس ديال دولة تشاد والرئيس السودان السابق عمر البشير، اللي استقبلني ثلاثة المرات في القصر ديالو بالسودان في الخرطوم، واستقبلت استقبال كبير. إلا أنه لما رجعت من هذا الدول ورجعت ورافع الراية الوطنية، لما دخلت للمملكة المغربية لقيت الاستقبال ديال المسؤولين ديال الناس ديال المغاربة ضعيف 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 جدا، إلا أن ربما ما كاينش كاع موجود في جميع المدن وخاصة في العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، ما كان لا استقبال ولا هم يحزنون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.